موضوع التضامن هو ليس بالموضوع الجديد، بجوز يعني جاءت سنة 2014 بقرار من المتحدة هي عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، هي كانت فرصة أيضا من أجل توحيد كافة الجهود بهذا الاتجاه، من أجل معرفة كل حركات التضامن التي تعمل من أجل الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، نتحدث على قطاعات مختلفة، سواء بما يتعلق بالنقابات، سواء بما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، بما يتعلق بالأحزاب، بما يتعلق بالجامعات، بما يتعلق بالهيئات المحلية، بما يتعلق بمؤسسات الخاصة بالمرأة أو بالشباب. يعني كان في هناك مناسبة لمعرفة كل هذه الجهات التي تعمل بهذا الخصوص، وبالتالي هي فرصة أيضا لتوحيد وتنسيق العمل حتى يكون في هناك موقف واضح اتجاه ما تقوم به إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، اتجاه حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، حقه في الدولة والعودة، وطبعا القدس عاصمة لهذه الدولة. طبعا عملية التضامن لها تأثير مهم جدا وتأثير مباشر، إذا ما استطعنا كما تحدثت أن نوحد الجهود، إذا توحدت هذه الجهود ستنعكس إلى مواقف على مستوى الدول. عندما نوسع القاعدة الشعبية نستطيع أنه يكون من خلال هذه القاعدة الشعبية هناك ضغوطات على الحكومات من أجل اتخاذ قرارات واضحة بهذا الخصوص، ولا يقتصر هنا دور القرار فقط على مستوى الأحزاب السياسية أو فقط على مستوى الحكومات، وإنما يصبح في مشاركة فعلية من قبل كافة شرائح المجتمع. وأعتقد أن البلديات وكما بما تتمتع به من مكانة وصلاحيات واسعة في الخارج تستطيع أيضا من خلال تأثيرها المباشر على مواطنيها أن يكون في هناك موقف مؤيد لفلسطين، وبالتالي من خلال تشكيل شبكة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتنسيق كل هذه المواقف حتى يكون هناك في موقف دولي واضح اتجاه حقوقنا وإدانة واضحة للاحتلال وضرورة إنهاء هذا الاحتلال اللي هو آخر احتلال. تدنيس هذا المجلس من قبل المواطنين والإسرائيليين.